شنو تعريفكم للإرهاب؟ أنا ليس عندي تعريف، إنما من وصف غيره بالإرهاب فليعطينا ما هي المواصفات التي اعتمد عليها حتى يصف غيره بالإرهابي. هل الذي يحمل السلاح هو الإرهابي؟ هل الذي يستعمل السلاح هو الإرهابي؟ هل الذي يحمل أفكارا تناقض المنهج الغربي والحضارة الغربية وطريقة العيش الغربية هو الإرهابي؟ حمل السلاح أم لم يحمل؟ وهذا هو في الحقيقة هو التعريف التي اعتمدت عليه الحكومة التونسية لتوصيف هذا التنظيم أو غيره من المنتسبين إلى الصحوة الإسلامية بصفة عامة بالإرهاب. تم ذكر الولايات المتحدة الأمريكية عديد المرات، معناها بكلامك نجم نفهم أنه فما معناها أيادي خارجية أو ضغوطات خارجية على الحكومة التونسية. لا شك في ذلك، حتى أدنى شخص يعرف هذا، حتى المعارضة أنفسها نفسها يعني التي يعني تعارض الحكومة الموجودة الآن هي نفسها صرحت بذلك، حتى رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بن موسى نفسه يقول أنه هذا التصنيف هذا هو تصنيف سياسي لضغوط خارجية. علاش توا بالذات الحكومة التونسية أعلنت أنه تنظيم أنصار الشريعة تنظيم إرهابي؟ والله سؤال يوجه للمعني بالأمر، حبينا نشوف رأيكم أنتم. أنا أتصور أنه لأهداف سياسية، الوضع السياسي في البلاد يقتضي إيجاد شيء حتى يلهي الناس عن المشاكل اللي موجودة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها، فهذا إذن يجعل الناس، هذا معروف، هذا من السياسة الميكيافيلية، أنه إذا وقعت في ورطة كسياسي كون مشكلة وخلي الناس تتحدث. شنو حبيت تقولوا في البيان بتاعكم؟ حبينا نقولوا أنه أنصار الشريعة ما هي إلا كبش فداء أو قربان سيقوم به بعض الأطراف السياسيين لإيضاح أو لإبراز ولائهم لأسيادهم. الحكومة تتعامل بالإرهاب، هي التي ترهب المواطن، أنه تقع مداهمات. أحد المشايخ المنتمين لهيئة الدعوة والإصلاح من جماعتنا، يعني من مجموعة المشايخ، هذا تم مداهمة بيته في الليل يوم الأول أمس في الليل، يعني في الساعة الثانية أو الثالثة فجرا. هذه الأعمال ما زالت، أي قانون هذا وأي بأي قانون هذا؟ لماذا المداهمات الليلية؟ ترهيب يعني المواطن وترهيب أهله وأطفاله إلى غير ذلك، فهل يعقل هذا؟ فالإرهاب هو الذي تسلطه السلطة على المواطن، هذه أولا. ثانيا، الطريقة التي تم عرض بها هذه القضية هي طريقة إرهابية، يعني مخالفة للقانون اللي هما ألزموا أنفسهم به. فكيف يعقل أن يكون رئيس الحكومة هو الذي يعلن على هذا التنظيم أنه تنظيم إرهابي، لم يتم النظر فيه قضائيا؟ كيف هذا؟ يعني في الأصل الدورة تكون بالعكس، يعني أولا القضاء ينظر، ثم يأتي بالأدلة، تعرض الأدلة، ثم هناك قرار يتم منع أو عدم منع. أما أنه يتم المنع أولا بدعوى أنه هذا تنظيم إرهابي، بالطبع سوف يضغط على القضاء بصورة حتى لا يكذب رئيس الحكومة. فلماذا تضيقون إخوانكم الشباب، شباب الصحوة؟ إنهم لا يريدون بكم سوءا، والله لا يريدون بكم سوءا، إنما أنتم اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله في هذا الدين أولا، دين آبائكم وأجدادكم، واتقوا الله في هذه الصحوة الشبابية. ستسألون يوم القيامة عن كل قطرة دم أهريقت ظلما وعدوانا. في الختام يعني وجه نداء إلى كافة الشعب التونسي، أقول له لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أنت كمسلم يجب أن تؤمن بأن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يمكن أن يتصور المسلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يترك دينه حتى يهزم أتباعه.